اتكلم قبل الفاصل على فكرة الكتمان، الناس اللي هي دايما كاتمة في قلبها وساكتة، دايما حتى يقول لك دي أمي عمرها ما اشتكت. اسمعي الكلمة دي كتيرة قوي قوي، وتلاقي الناس دي لما بتقع بتقوم وقع الوقعة التمام اللي ما بتعرفش تقوم منها. فعايز اتكلم على الجزئية دي برضو عشان لو في حد بيتبع نفس الأسلوب يحاول يغيره عشان يخف من العبء النفسي عليه. طيب هو عموما هو بتفرق من شخص لشخص، في شخص بيبقى متوافق نفسيا مع نفسه مع الناس اللي حواليه، فهو قادر يعني يتعامل مع مشاكله. احنا ممكن نكون شايفين من بعيد ان هو عنده مشاكل، وايه ده هو ازاي ساكت كده، ده بيكتم ده كذا، هو لا ممكن يكون قادر ان هو يتأقلم مع مشاكله وبيتعايش معاها، يعني بيبص على نص الكوبايه المليان ومش مركز مع المشاكل اللي احنا شايفينها من بعيد كبيره حسب يعني قدرته. وفي شخص تاني بقى اللي هو اصلا ما عندوش توافق مع نفسه ومش عارف يحل مشاكله بس هو ساكت. الشخص ده بالظبط كانك انت بتملى حاجه، فمشكله مع مشكله مع مشكله، ومشاكل صغيره ومره مشكله كبيره، واحده اكبر واحده اصغر، في الاخر بيبقى شخص كده كانك مليت حاجه لحد الاخر. بيجي مع اول مشكله تحصل او حاجه مثلا تكون يعني مشكله ممكن احنا نبص لها من موضوع صغير، يعني هو ليه كبر الموضوع كده، وتلاقيه مثلا زعل قوي وغضب قوي وعمل رياكشن غريب عن يعني عن المطلوب، يعني ادى رد فعل حاجه مش متناسبه مع الحدث، فحتى احنا نبقى مستغربين نقول مثلا هو ليه كبر الموضوع كده، هو ده شخص كده مش طبيعي. لا هو شخص كتم لحد ما وصل للمرحله دي، يعني هو ما عندوش القدره ان هو يتحمل اكتر من كده.